كل الابدومينال اورجانز تقريبا. وهنبتدي باول اورجان عندنا يا جماعه، ان انا هرسم لك الاستومك والاستومك كده تحتها عشان تفتكر معايا الشعارات اللي احنا قلناها قبل. طيب احنا اول رسمه عايزينها للاستومك اهي، ان الاستومك عباره عن زي ما انت شايف كده بارتس اوف ذا استومك، وده شعر ابدومن رقم واحد اعتقد. بارتس اوف ذا استومك عباره عن الفندس، ودي يا جماعه ده الاوستوفيجاس. الاوستوفيجاس فتح في الاستومك بمنطقه الكارديا اللي هي فتحه الفؤاد. ده البودي بتاع الاستومك اللي هي ليه من فوق ليسر كيرفتشر، وليه من تحت جريتر كيرفتشر. والجزئيه دي يا جماعه اسمها البايلورس، اللي هي كانت عباره عن بايلوريك انترم، بايلوريك كانال، بايلوريك سبنكتر او اوبننج. انسيزوره حته سقطه كده نوتش صوت. وده اول جار عندنا في الاستومك اللي هو جار الاستومك بارتس اوف ذا ستومك، وشفناه مع بعض وان شاء الله في الاخر ممكن نبص عليه تاني لو في وقت. بارتس اوف ذا ستومك. بعد كده يا جماعه هنتكلم عن الجار التاني اللي هو بسميه ستومك بيت، وقلت لك انا هرسم لك الاستومك كانها شفاف وهنبين اللي وراها. يعني لو دي يا شباب الاستومك اعتبر ان الاستومك ازاز اهو يا جماعه. ادي الفيرست بارت اوف ديودنم، ادي السكند بارت، ادي الثيرد بارت. يعني ده الفيرست بارت، سكند بارت، ثيرد بارت، فورث بارت اوف ديودنم. ودي يا جماعه الاستومك بالاجزاء بتاعتها زي ما اتفقنا. طب تعالى نرسم البنكرياس، قلت لك البنكرياس هيترسم في الحته دي انا كامله اهو. ادي الهيد وادي النك، النك هتبقى مزنوقه ورا الفيرست بارت اوف ديودنم، والبودي اوف بنكرياس موجود في الاستومك بيت، مش كده ولا ايه يا جماعه؟ وزي ما اتفقنا في حته من البنكرياس اليفيتد هنا في الليسر مومنتم اوف ذا ستومك. ادي الليسر مومنتم اهو، الليسر مومنتم ده زي ما اتفقنا بيوصل ما بين الليسر كيرفتشر اند فيرست بارت اوف ديودنم ويز ما يسمى في الليفر يا جماعه. طبعا الليفر المفروض بغطي المكان ده، انا شلته لفوق عشان اشوف حاجه اسمها البورتا هيباتس اللي هي بوابه الليفر. وحتى كنت بقول لك ان الحته دي هي الليسر او الفري رايت فري مارجن اوف ليسر مومنتم اللي كان بيبقى موجود عليها في المكان ده لو تفتكر. البورتا الفين بوستيريوري دي الكونتنت اوف فري مارجن اوف ليسر مومنتم، البورتا الفين بوستيريوري. وهنا يا جماعه كومان بيضاء قدام وعلى اليمين، وهيباتك ارتري قدام وعلى الشمال، مش كده؟ يبقى ده الهيباتك ارتري، ودي الكومن باي دكت اللي هي القناه البريه الاساسيه. اوكي يا جماعه؟ طيب بعد كده قلت لك ان كده يعتبر اول جزئيه عندي موجوده من ضمن الاستومك بيت رقم واحد البنكرياس بودي 200، مش كده ولا ايه يا جماعه؟ طيب كان هنا الاسبرين، واتفقت معاك ان وجود الاسبرين في المكان ده عامل كده، يعني الاستومك ساند على الحته دي والكدني وبقيه الحاجات ساندين هنا. يعني المنظر ده يا دكاتره ما هو ده، شايفين المنظر؟ ادي منظر اللي انا برسمه في استومك بيت، عباره عن بودي اوف بنكرياس اند تيل اوف بنكرياس، في اخرهم الاسبرين عليهم من قدام المعده. احط لك المعده عليهم بالشكل ده اهي، كله متخيلة كده؟ أظن واضحة أوي 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 أهي. أدي الأستومك أهي يا جماعة. خلي بالك لاحظت حاجة؟ محدش لاحظ المعلومة المهمة دي يا جماعة،
الديودينم مش في نفس البلين بتاع الاستومك. انا قلت لك المعلومه دي قبل كده على فكره، ان الديودينم الاستومك كملت كده والديودينم رجع ورا. الديودينم ريترو بروتينيال ستراكشر، مفهوم الكلام؟ بص كده هتلاقيهم مش في نفس البلين، مش جنب بعض، الديودينم وراها. مفهوم الكلام ده يا جماعه؟ اهو كله متخيله؟ اظن باين قوي. طيب والسبلين اهو، يعني تعالى نحط السبلين. هحط السبلين بالشكل ده. طبعا بعيده فين؟ ورا المعده هنا اهو يا جماعه. اوكي، وادي التيلو بنكرياس واصل لو تفتكر الى اللاترال اند اوف ايرن، مش كده ولا ايه؟ طيب كويس قوي، الاسبرين اهو كان ماشي على البودي اوف بنكرياس من فوق، شريان ملولو اسمه الاسبلينيك ارتري، وكان جاي من الهايلاند اوف بنكرياس، ما يسمى بالاسبلينيك فين؟ بصوا ماشي فوق التيل وبعد كده مكمل ورا البودي اوف بنكرياس. عشان كده هو يعتبر على فكره ورا البودي اوف بنكرياس، يعني ملوش علاقه بالاستومك، بس عشان الحته الصغيره دي هتلاقي بعض الكتب كاتبه اسبلينيك فيسلز، مش كاتبه اسبلينيك ارتري بس، بعض الكتب كاتبه اسبلينيك فيسلز. مفهوم الكلام ده يا جماعه؟ طيب ادي الاسبلينيك فين؟ يتعد مع سوبيريور ميزنتريك فين؟ اللي هو ماشي قدام الانسينيت بروسيس اوف ذا ستومك. اهو يا جماعه الاسبلينيك فين؟ يتعد مع سوبيريور ميزنتريك فين؟ عشان يعملوا لي مع بعض البورتال فين؟ البورتال فين حتى كان يقول لك تكوينه فين؟ ورا النيكو بنكرياس، صح؟ اهو يا جماعه. يبقى ده سوبيريور ميزنتريك، ده سبلينيك، البورتال فين طالع من هنا كده؟ هتلاقيه في الشار بالنسبه في الحته دي. اهو حتى عشان يمشي في الليزر ومنطل على رايت فري مارجن بتاعه، ادي البورتال فين؟ وحتى كنت بقول لك ان منطقه تكوين البورتال فين؟ بالنيكو بنكرياس، ماشي اوكي يا جماعه؟ بالفيرست بارت اوف ديودر، بالبايورا، الحته دي كلها عند ال واحد اللي هو الترانس بايورك، مش كده؟ هتسالني سؤال مهم قوي، طب فين؟ فين يا جماعه؟ الانفيريور ميزنتريك فين؟ هقول لك هتلاقيه متشعبط في الحته دي كده. في الجار هتلاقيه متشعبط ورا الاستومك في الحته دي بالظبط. انفيريور مدلدل في المكان ده، ميزنتريك فين؟ عشان يخش في الاسبرينيك فين؟ طيب هنا كمان يا جماعه هقول لك فين اللبيسه؟ هقول لك ان هنا في الترانزفيرس كولون، بص كده على منظر الترانزفيرس كولون، ما هو الترانزفيرس كولون عامل لك علامه في الاسبرين، كنا بنسميها حتى لو تفتكر كوليك فليكشر، مش كده ولا ايه يا جماعه؟ هو الترانزفيرس كولون اهو، وده الكوليك فليكشر اللي هو الراي الليفت كوليك فليكشر اللي هو الاسبرينيك فليكشر، ومشي الترانزفيرس كولون كده عشان يطلع لي هنا قدام. عشان كده كان الترانسفيرز كولوم بقيته معلمه على الهيدو بنكرياس يا جماعه، وجايه كده في المكان ده عشان تعمل لي الفليكشر الثاني اللي ان شاء الله هناخده دلوقتي عشان يعلمني على الليفر لو رسمت الليفر هنا. انا مش بعيد الكلام ده بس علشان الجار بتاع الاستومك بنت، ده انا بعيد لك كمان الكلام ده عشان هيخدمني في الريليشن اللي جايه كلها. ازاي؟ بص كده، بص على المنظر ده، بص ادي يا جماعه كدني، الكدني هي بمنظرها، انت عارف انت فين الفرتبرال كولم؟ اعتبر السبوره هي الفرتبرال كولم، اعتبر السبوره هي الفرتبرال كولم، فانت معاك قدام الفرتبرال كولم على الشمال في الاورطه، وعلى اليمين في الانفيريور فينا كيفا، وعلى الناحيتين في الكدني رايت وليفت كدني. طيب بص 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 كده هتمسح السبوره بره. بصوا يا جماعه زميلكو يعتبر الفرتبرال كولا، وادي على جانبي الفرتبرال كولا اللي في مين؟ الكدني اهي، وفوقيها في السوبرارينا. حد واخد باله؟ حد واخد باله اصلا ان الرايت سوبرارينا عامله زي الكوسالوس، واللور اند بتاعتها زي ما قلت لكم امبارح
مش واصله للهايلاند اوف ذا كيدني، لكن الليفت سوبرارينال سيمي سيركولر ووصل لحد الهايلاند اوف ذا كيدني، مش كده ولا ايه يا جماعه؟ وادي الرايت كيدني وادي الليفت كيدني، والكونتنتس اوف هايلاند الاساسيه كانت عباره عن ايه؟ مش كانت عباره عن فيب فين ارتري بلفس اهو فين ارتري بلفس ورا بعض، يعني بين البلفس هو الوسط المستهلك، اظن ده يعني. طيب تعال نحط قدامها بقيه الحاجات، هنحطهم ازاي؟ نحطهم كده. حد خد باله؟ ياه ده انت كده بتستمتع بقى، عارف ليه؟ بص كده ركز معايا، شايف عدو؟ ركز معايا، ده كده الاسبرين هيسند على الكدني اهي، صح ولا مش صح؟ البنكرياس هيسند على الكدني الشمال برضه، مش كده؟ يعني يعتبر كده يا جماعه الكدني والفيسلز دي اللي هي رينال فين مش يعتبر ورا البودي والبنكرياس، عشان كده كنا واخدينهم من ضمن البوستيريور ريليشن اوف بودي والبنكرياس، صح؟ كان مين من ضمن البوستيريور ريليشن اوف هيد والبنكرياس؟ مش كان الاورطه والانفيريور في الكيبر ما هو، صح؟ وفاكرين حتى لما كنا بنقول ان ورا البودي كمان يعتبر الاورطه ورا البودي وبدايه خروج السوبيريور ميزنتريك ارتري، شايفين السوبيريور ميزنتريك ارتري الاحمر ده خارج يا جماعه في المكان ده عند الليفل ال واحد، هو نفس الليفل اوف هايلاند، هو نفس الليفل اوف ديكو بنكرياس فيرست بارت اوف ديودنا بايلورس فاندس اوف دول براذر كمان. عشان كده يا جماعه هو ده مفتاح الريليشنز، شايفين هو ده مفتاح الريليشنز. طب لو حطينا كمان الاستومك عليهم بقى امسك كده عدو امسك ده كمان، لو حطينا بقى الاستومك عليهم اهي عشان ما يبقاش ليك حاجه، ادي الاستومك كله كده، تخيل منظر الابدومين، ها تخيلتوها يا جماعه؟ يبقى اول لير عندنا هي الاستومك، شلنا الاستومك لقينا الاستومك بيت بنكرياس بودي وتيل وسبلين، مش كده ولا ايه يا جماعه؟ وليفت كدني عند ليفت سوبر ارينال وهم مش ورا الاستومك، والمفروض انا اكمل بمين؟ بكله الترانزفيرس كولون، صح كده يا جماعه؟ اللي هو الترانزفيرس كولون قد الترانزفيرس ميز كولون، مش كده؟ شلتها لقيت قدامي الديودنم موجود في قلبه الهيد اوف بنكرياس اهي، خلاص اوكي يا جماعه؟ وهنا ادي البودي اوف بنكرياس، على البودي اوف بنكرياس ماشي فوق من الاول الاحمر ده اللي هو كنت بسميه يا جماعه كنت بسميه سبلينيك ارتري، اللي هو جاي منين؟ جاي من السيليك ترانك، اللي هو السيليك ترانك جاي منين اهو؟ عند دي 12 من الاورطه، كله تخيلوا يا جماعه، ادي السيليك ترانك اهو ومطلع السبلينيك، شايفين المنظر؟ اظن كله شايفه اهو، ايه رايك؟ حلو حلو كده، كده انت اتخيلت الرسمه، كده اتخيلتها كويس اهو يا جماعه، فكده البنكرياس اهو البودي بتاعه ساند على الليفت كدني وحته من الليفت سوبرارينا، ساند على الاورطه وبرانشو سوبيريور ميزنتري، هنا طالع من الاورطه من المكان ده من الحته دي سيليك ترانك، السيليك ترانك وطلع برانش اسمه سبلينك، وبص وطلع برانش اسمه هيلاتيك، شايفين الحته اللي كانت ماشيه في الليسر فري مارجن اوف او سوري الرايت فري مارجن اوف ليسر اومنتم، مش كان ماشي ها بورتال فين ورا اللي هو الازرق ده، وقدامه كومن ايلاكت على اليمين وهيلاتيك ارتر على الشمال، بتهيألي الدنيا ماشيه، اقول تاني يا جماعه مفهومه؟ طيب حط عليهم الاستومك اهي، واكد عليك تاني يا دكاتره يا دكاتره الديودنم مش في نفس الليفل اوف ذا ستومك، الديودنم راجع ورا، ولذلك الديودنم يعتبر ريتو بروتونيال ستراكشر هو والهيدو بنكرياس، عارف ليه؟ خليك ماسك، لان المفروض ينزل لي من هنا مين؟ ينزل لي من هنا لسه كومنتم بالشكل ده، سوري جريتر كومنتم بالشكل ده، يروح مقلوب يعمل لي لسه ساك ورا الاستومك، يبقى الحاجات دي ورا اللسر ساك، الحاجات دي ورا اللسر ساك، يبقى لما اجي اقول لك فين مكان اللسر ساك؟ اه في مكان اهو يتحط فيه لسر ساك، مفهوم يا جماعه الكلام؟ اقول تاني مفهومه؟ يبقى اذا يا شباب عندي الجريتر مومنتم خرج بالشكل ده وعمل لي ليسر ساك، طب والبنكرياس والديودنم والقصه دي كلها ورا الليسر ساك موجوده في الجريتر ساك، مفهوم الكلام؟ طيب لو استغليت عقلك كمان استغلال امسك بقى الاسطوانه في الناحيه الثانيه بديك بديك بقى ديك الثانيه ديك الثانيه، وحاولت احط الليفر على الباكيت ده، ركز انا النهارده بعمل لك بانوراده للابدومين كلها عشان اللي ما تخيلش اورجن يتخيله، وفي الاخر هنرسم كل الاورجن زي ما بنعمل كده علشان في الاخر يبقى العملي او الباكتيكال بتاع الابدوم كله خلص. بص كده تعال نحط الليفر ها ده صغير
اهو يا جماعه كله شايف الليفر؟ ارفع لفوق شويه عبده. كله شايف الليفر؟ مين اللي ورا الليفر؟ اه مش كده الكلام ده كله ورا الليفر ولا انا بتهيألي؟ صح يا جماعه؟ ما هو يبقى جزء من الاستومك ولا الليفر هي هي والاستفجس ومين كمان؟ والبيلورس. فاكرين لبس الاكواديتروم هنرسمها دلوقتي صح متخيلينها؟ اهو يا جماعه ادي الليفر اهو. الليفر في المكان ده كله متخيله؟ يبقى كل الاستراكشرز دي ورا الليفر، تيجي تشيل الليفر اهو. يبقى مين اللي يبقى معلم على الليفر؟ اكيد الاستومك والاستوفاجس والبيروراس والديودينام والجولد قدر، مش كده ولا يا جماعه؟ والكدني. هتقولي طب وبالنسبه لليفت كدني؟ لا ده الليفت كدني والسبرين بعيد قوي قدامهم، يفصل ما بينهم وما بين الليفر استومك، حاجه كبيره. مفهوم يا جماعه الكلام ده؟ اقول تاني؟ طيب تعالى ندخل في حاجه تانيه. قرب عليك، قرب عليك، قرب عليك، قربت عليهم. خلاص كده يا جماعه؟ ماشي. عايز تصوير نقطه؟ طب خلاص. هو عبد الرؤوف الاساس عندنا يا شريف، ما تسيبش انت نفسك. وعبد الرؤوف بقى ده من البوست، اعمل بوست دلوقتي. بص معايا كده، الليفر اهو، يعني الليفر هيتحط على كده قدام. طيب طب ما تيجي بقى نكمل الرسمه الاول، نحط الكدني وبعد كده نشيل الاسبرين، نشوف الاسبرين وضعيته ايه بالظبط والعمل بتاعه ايه، وبعد كده نحط الليفر ونشوف العمل بتاعه ايه، وبعد كده نجيب الكدني نفسها. تعالى نمشي بسنه سنه واقول لك. الاسبرين اهو منظره عامل كده، يعني الاستومك سند على الحته دي. بص كده المنظر، الاستومك سند فين؟ سند على الحته دي. بص زميلكم ماسك الاستومك، ماسكها كويس. ادي الاسبرين هنا. لف معايا. ايه رايك؟ في حته من السنين هي مستند عليها حاجه، احط انا الكدني فين بقى؟ كدني اهي. كله متخيلها؟ ها لف كده، سيب الاستومك، سيب الاستومك. الكدني اهي يا جماعه. فهمتوا القصة؟ أصل الاسبرين عامل كده، لما يجي يقول لك إيه؟ ده الكدني ساندة أو الاسبرين ساندة على الأنتيريور سيرفيس أوف كدني، ده بجد إزاي؟ ما هي الكدني على الفيرتيبرال كولد والاسبرين ساندة على كده. فهمتوا البلينز يا جماعة؟ القصة كلها مش مسطحة، الموضوع مجسم. خلاص؟ آدي الكدني ويقول لك إيه؟ ما بين الأنتيريور سيرفيس أوف كدني وما بين الهايلاند والاسبرين في ليجامنت اسمه لاينولينا ليجامنت أهو. فهمتوا القصة؟ طب والاستومك تتحط فين؟ الاستومك تتحط هنا. فهمتوني يا جماعه؟ يعني الاثنين مش زي بعض. بص اهي اهي الايلاند بينهم الاثنين. شايفين؟ شايفين المنظر؟ شايفين المنظر بتاع الكدني والاستومك؟ اهو ادي منظر الكدني والاستومك على الاسبرين. طيب ما تيجي نرسم ونشوف. بصوا انا معايا يا جماعه، لو رسمت انا الكدني هترسم هنا اهي في الحته دي كده. ادي الانتيريور سيرفيس اوف كدني مسدود على الاسبرين، وادي الليفت سوبر رينال. يبقى ده كده يا جماعه الاستومك بينهم. مفهوم؟ طيب ما تيجي نمسح ونشوف بقى. تعال نمسح عشان نرسم الاسبرين ونشوف الاسبرين ايه قصته بالظبط. ايه وضعيته في الجسم؟ ركز معايا. الاسبرين اهو. خلاص اوكي يا جماعه؟ الاسبرين مكانه فين عندي؟ مكانه يا جماعه عندي بالظبط بالشكل ده. اظن كله متخيله. يعني ايه؟ اقف لو مش شايف. مكانه بالشكل ده. يعني ليه فيسترال سيرفيس لتحت ساند بقى على الاعضاء سواء كانت استومك او كدني، ليه ديافراجماتيك سيرفيس لفوق. مفهوم الكلام ده؟ يعني ليه فيسترال سيرفيس لتحت، ليه ديافراجماتيك سيرفيس لفوق. مفهوم الكلام؟ طيب ليه لاترال اند واصله لحد الميد اكسيلري لاين، ليه ميديال اند واصله لحد جنب الفيرتيبرال كولم جنب دي 10 تبعد عن دي 10 حوالي من 1.5 ل 2 انش، يعني حوالي 5 سم. خلاص اوكي يا جماعه؟ طيب ليه ابر بوردر بيبقى عليه نوتش، ليه لور بوردر بيبقى راوند هاكي. مفتاح انك تعرف الاسبرين وتتعرف على الحاجات بتاعته حاجتين، انك توصل للنوتش، انك توصل للنوتش النوتش ده، وانك توصل للهايلر. توصل للنوتش اللي فيه الدبوس وتوصل للهايلر بتاع الاسبرين. مفهوم يا جماعه الكلام؟ وصلت للنوتش ووصلت للايلاند، فانت عرفت كل حاجه تقريبا. معلش يا انا بس هستخدم معلش زميلكم واحط عليه الاسبرين. واحد ارفع دراعك لفوق، دراعك لفوق، دراعك لفوق.
ادي منظر الانسولين اهو يا جماعه في الجسم بالشكل ده بالظبط. ده الفيسرال سيرفيس تمام كده، ده الدايفراجماتيك سيرفيس لفوق. طيب لو شايفين كده هنبص نلاقي الانتيرور بوردر او الابر بوردر اللي عليه نوت، شايف البوستيرور بوردر ده بص ليه لاترال اند واصله لحد الميد انكسيري لاين، ليه ميديال اند تبعد عن تي 10 حوالي 5 سم. مفهوم الكلام ده يا جماعه؟ دي الوضعيه الصحيحه للزين. شكرا. اتشهرت انت اهو ماشي؟ يعني تخيل كل الاجيال اللي عنده يا جماعه كان معانا في الفيديو ده تمام كده؟ وهو اسمه عبد مش عبد الرحمن ومتدلع، يعني هو عبد على طول ماشي؟ اعمل بوس ما خلاص بقى، تشيله من مكانه من هنا وتحط الحاجات دي عليه. ما هي يا جماعه ما هي الاستومك هتبقى سامده هنا صح؟ اهي بص ادي منظر الاسبرين، فين فين الدبوس فين اهو؟ بص ادي منظر الاسبرين اهو. انا بميز الاسبرين ازاي؟ بوجود النوتش والهايلر. وانس ان انا لقيت النوتش والهايلر يبقى اللي بينهم استومك، اللي انا حاطط فيها الدبوس ده مكان الجاستريك اريا اللي هي نفسها صح؟ طيب لو شلت الدبوس وحطيته تحت الهايلر يبقى دي مكان الرينال اريا اهي. متخيلينها؟ طيب لو حط لك علامه على طرف الهايلر لاترال هنا يبقى ده مكان البنكرياس اهو. لو حط لك علامه عند اللاترال اند تحت هنا يبقى ده مكان الايه؟ الكوليك فليكشر. فهمتوها يا جماعه؟ طيب تعال نشيل الاسبرين ده ونسيبه لوحده هنا تاني. بص اهو نفس الاسبرين اهو، هو المفروض الطبيعي يبقى كده. الطبيعي بالنسبه لي يبقى كده يا جماعه، انا قلبته كده عشان اشوف. يعني هو كان كده انا قلبته كده اهو. بص ادي يا جماعه الميديال اند، الميديال اند الضيقه اللي جوه دي، ادي اللاترال اند بتبقى واسعه، ادي الهايلر اهو. وحتى يقول لك ان الهايلر بتاع الاسبرين ممتد منه بوردر، ما اعرفش شايفينه ولا لا. اهو البوردر ده يا جماعه اسمه ايه؟ اسمه يا شباب البوردر ده اسمه انترميديال بوردر. خلاص مفهوم يا جماعه؟ يبقى ده الانترميديال بوردر. ركز معايا قوي، ده الانترميديال بوردر. هوريك الكلام ده كله على الطبيعه في الريفيجن في الاخر. ده الانترميديال بوردر. طيب عندي هنا الحته دي مش هي دي، مش هي دي ده انا فيها الدبوس، يعني دي مين؟ جاستريك. فانا قلت لك عشان تميز الاسبرين صح بص على حاجتين، بص على الهايلاند وبص على النوتش. يبقى الحته اللي متعلم فيها الدبوس جاستريك اللي هي دي، اللي هي دي. لو شلت الدبوس وحطيته تحت العيلر هنا يبقى ده الريمان. تخيلتوها يا شباب؟ زوم زوم هنا خالص. خلاص يبقى ده الريمان. يبقى اذا يا جماعه دي نوتش تحتها جاستريك اريا، تحتها يا جماعه مين؟ زي ما اتفقنا هايلر رينال اريا، جنب الهايلر في الحته دي كده بنكرياس الحته دي. طب لو علم لي هنا يبقى كوليك، كوليك انفيرجن، وكده يبقى الاسبرين خلص. ده الفيسترال سيرفيس اوف الاسبرين. الاسبرين عليه علامات معينه، عليه ميديال اند، عليه لاترال اند، عليه ابر بوردر اللي هو نوت شيد. خلاص اوكي يا جماعه، في ناس بتعتبره انتيريور اند الاسبرين المفروض يبقى كده. خلاص في بوستيريور بوردر او لور بوردر بيبقى سموث، في ميديال اند صغيره، في لاترال اند واسعه، في ايلم على الفيسترال سيرفيس عليه انترميديال بوردر، او في ناس بتقول عليه ميديال بوردر. خلاص اوكي يا جماعه، ما بين الهايلر وما بين النوتش جاستريك اريا، ما بين الهايلر وتحت رينال اريا، على اللاترال اند اوف هايلر بنكرياس اللي هو التيلو بنكرياس، لاترالي هنا الكوليك امبريشن. مفهوم يا جماعه الكلام؟ طيب ده بالنسبه للسبرين. طب ما تيجي ناخد بعض الليفر. اوكي اعمل بص، هنتكلم دلوقتي يا جماعه عن الليفر، وهرسم لك كذا رسمه في الليفر عشان نفتكروا مع بعض. الليفر، الليفر لو بصيت عليه من قدام الليفر عامل زي الهرم زي ما حضرتك شايفه اهو. خلاص ليه انتيريور سيرفيس، ليه سوبيريور سيرفيس، ليه رايت سيرفيس او بنسميها بيس، ليه ليفت اند اللي بنسميها الابكس. ما هو هرم بس هرم مقلوب، البيس بتاعته يمين والابكس بتاعه شمال. ليه يا جماعه انفيريور سيرفيس وبوستيريور سيرفيس؟ ليه؟ اصل الليفر مش موجود في جسمنا كده، ده الليفر كده، فالجزء ده لتحت والجزء ده لفوق. مفهوم الجزء ده لتحت والجزء ده لفوق، وده البوستيريور الحته الصغيره دي.
خلاص اوكي؟ ايه رايك لو رسمنا رسمتين ثلاثه للليفر عشان نميز الكلام ده الاول وبعد كده نرسم الريليشنز بتاعه؟ بصوا اول رسمه هرسمها لك للليفر من قدام اهو. ادي الليفر اهو يا جماعه مقسوم من قدام بليجامنت عامل زي البنجل عامل زي الفاليكس وريتهولكم على كاليبر عامل كده يا جماعه كونفكس من بره وكونكيف من جوه الفري مارجن بتاعته الفري بتاعته الفري بوردر بتاعه ماسك في الديافرام وريتهولكم ماسك فعلا في الديافرام قاسم الليفر الى ليفت لوب صغيره ورايت لوب كبيره اصلا الزيفويد بروسيس هنا دي في ستيرما هنا يعني ميد لاين اصلا في الحته دي خلاص اوكي يا جماعه معظم الليفر اليمين زي ما اتفقنا ده المفروض الرايت بوردر او الرايت سيرفيس بقى المفروض فوق هنا السوبيريور سيرفيس المفروض يا جماعه ده الانفيريور بوردر طيب لو عملت لك بوردر منقط ويفصل لي ما بين بص كده النقط دي يا جماعه فاصله لي ما بين اللي ورا ده اسمه البوستيريور سيرفيس انا مقطعه اهو واللي تحت ده اسمه الانفيريور سيرفيس لقينا يا شباب معدي ورا الليفر في الحته دي الانفيريور فينا كيفه ولقينا هنا يا جماعه بين الفندس اوف جول بلادر وجول بلادر ورا هنا كده في الحته دي اوكي يا جماعه ولقينا هنا ستراكشر على الانفيريور سيرفيس اوف رايت لوب على الانفيريور سيرفيس اوف رايت لوب اسمه البورتا هيباتس او بوابه الخلف ومن هنا طلع لي اثنين لوب اهو واحده اسمها كوديت وواحده اسمها كوديت لو قلبنا الليفر عشان نشوفه مع الطبيعه يعني انا الليفر اللي قدامي كان كده اهو انا قلبته خليته كده عشان اشوف الكلام ده اهو تعالى نرسمه بقى بص كده ادي الليفر لما اتقلب ادي الرايت وادي الليفت والمفروض كان ده مكان الفلسفورم ليجامنت صح وادي يا جماعه المفروض بقى احنا شايفين على الطبيعه يعني ده البوستيريور سيرفيس وده الانفيريور سيرفيس وده السوبيريور بوردر وده الانفيريور بوردر كان عندي يا جماعه كان عندي حاجه هنا اسمها الجول بلادر انا لسه قايلها طبعا باينه كلها ايه بقى في الجول بلادر قصه على الانفيريور سيرفيس اوف ليفر مش باين ان الجول بلادر من تحت لو بصيت على الليفر الا الفندس بتاعها هي طبعا متشاله من هنا اتمنى تكون موجود اهي يا جماعه ادي الجول بلادر باين فيها الفندس بس لو انت بصيت كده من قدام اظن الفندس واضح اهو كله شايفه ده كده الفندس اوف جول بلادر اهو اللي فيه التحبوس ده شايف الفندس اوف جول بلادر باين من الانفيريور بوردر مفهوم الكلام ده؟ طيب بص كده معايا ادي البورتا هيباتس ادي الانفيريور فينيكت لقيت فيه اتنين ليجامنت ليجامنت موجود على الانفيريور سيرفيس ونازل لتحت كده كان اسمه ليجامنتم تيرس والتيرس دي عن اسطوانه يا جماعه التيرس دي عن اسطواني ليجامنت اسطواني الشكل الليجامنت اسطواني الشكل ده كان اصلا اساسه ليفت امبلايكال فين واتقفل وكان في عندي ليجامنت هنا في الحته دي كان اسمه ليجامنتم فينوزم كان اساسه عباره عن ضغط انبوبه اسمها الضغطس فينوزس كان فين بيوصل ما بين الانفيريور فينا كيفا والبورتا هيباتس مفهوم الكلام ده يا جماعه واتقفل وعمل الليجامنت ومن هنا ظهر لي كوديت لوب وظهر لي كوادريت لوب اللي انا اقدر اقول عليهم باوندرز براحتي خالص اهم يبقى الباوندرز في كوديت
على اليمين انفيريو فيناكيبا، على الشمال ليجامنتوم، دي نظم فوق ابر بوردر تحت بورتا ايباتس. بالنسبه للكوادريت لوب فوق بورتا ايباتس تحت انفيريو بوردر، على اليمين جول بلادر، على الشمال ليجامنتوم تيس. مفهوم الكلام ده يا جماعه؟ طيب ايه رايك بقى لو شلنا الرسمتين دول عشان نعمل رسمه للريليشنز اللي هو العملي بتاع الليفر؟ بس قبل ما اعمل العملي افكرك ان ده يا جماعه هو الليفر من قدام اهو، خلاص اوكي، ده الرايت لوب ودي الليفت لوب مش كده، وده الفالسيفورم ليجامنت اهو. طبعا هو مقطوع بس هو ده الفالسيفورم ليجامنت، خلاص اوكي، عامل زي السكل، عامل زي النينجل، اوكي يا شباب. طيب بعد كده متقسم لي الى رايت اند ليفت لوب. لو قلبت بالشكل ده هلاقي عندي ادي مكان الجول بلادر، ادي مكان الانفيريور فيناكيفا، الانفيريور فيناكيفا اهو، انا هحط في صباعي جوه الانفيريور فيناكيفا اهو، هتشوفوه لما تقربوا دلوقتي، تمام؟ طيب وعندي دي الحته بتاعه الليجامنتوم فينوزم اللي فيها صباعي الثاني، وده الليجامنتوم تيرس، حتى الليجامنتوم تيرس باين اهو، والبورتا هيماتس الملونه دي. يبقى اذا يا جماعه دي الكوديت لوب ودي الكوادريت لوب، مفهوم الكلام ده؟ دي الكوديت لوب ودي الكوادريت لوب. ادي منظر الليفر من ورا، خلاص ادي البوستيريور سيرفيس، الكوديت لوب على البوستيريور سيرفيس، بص على الرسمه، الكوديت لوب على البوستيريور سيرفيس، الكوادريت لوب على الانفيريور سيرفيس اوف ليفر، مفهوم الكلام ده ولا مش مفهوم؟ الكوديت لوب والكوادريت لوب يعتبروا اناتوميكالي تبع الرايت لوب، تبع الرايت لوب، يعتبروا اناتوميكالي تبعها لو انت ركزت، هو تبع الرايت لوب اهو، خلاص. بس فيسيولوجيكال على فكره مش تبعها، ما تشغلش بالك بالموضوع، خلاص اوكي يا جماعه ماشي. طيب يبقى اذا ده بالنسبه لاول جزئيه عندي في الليفر. طب ما تيجي نمسح ونرسم الريليشن بقى. الرسمة الأولى زي اللي كنا رسمناها هنا، الليفر وكأنه شفاف. الرسمة الثانية هنقلب الليفر ونحط العلامات عليه. يعني الرسمة الأولى للليفر كأنه شفاف، فأنت شايف اللي وراه كله، شايف الإنفينيو لو كله أهو يا جماعة. ادي منظر الليفر، اوكي يا جماعه. طيب بص كده، ادي لو انا رسمت هنا هقول لك ان ده مكان، انا مش دعوه قدام بقى، انا برسمه لك من ورا كانه شغال بس انا قاطع. ده اللي جامنتم دي نظم، وده اللي جامنتم تيرز، ظاهر لي حتى من تحت منها، خلاص اوكي. طيب والمكان ده مكان بص كده حضرتك، لو خدت بالك فده يبقى البوستيريور سيرفيس، وده يبقى الانفيريور سيرفيس. ده الانفيريور فيناكيفا، ودي مين يا جماعه؟ الجول بلادر. وادي البورتا ايباتس، مفهوم الكلام ده؟ طيب يبقى دي مين؟ كوديت، ودي مين؟ كوديت. تيجي نرسم الاورجنز عليها نفس الرسمه اللي كنا رسمينها من شويه، ده حطيناها دلوقتي على تكلفه وشفناها مع بعض. بص يا شباب، ادي الاسوفجس هيبقى في المكان ده، وبقيه الاسطومك، الاسوفجس نازل كده والاسطومك هنا، يبقى ده اسوفاجس ودي سفومك، صح؟ فانبس، خلاص. خلي بالك، اوكي يا شباب. طيب مش ده يا جماعه الاسطومك؟ ها
هتعدي كده هتكمل لمين؟ اكيد. برافو عليكم بالبيورس، مش كده ولا ايه؟ طيب واكيد اهي بيورس، واكيد كان شابط فيها هنا لسه رومنطم، يبقى ده لسه رومنطم. خلي بالك ادي الكوادريت لوب، ادي البورت هيبات اسمه اهي، وادي الجود براذر اهي، مفهوم الكلام ده يا جماعه؟ وادي الليجامنتم تيرز، بص انا جبتها لك على جنب لوحدها. فانا كنت قايل لك ان الكوادريت لوب معلم عليها ثلاث حاجات، خلاص بختصر انا بكلمه لبس، اوعى تنساها. اللي هي يا جماعه؟ لسه مومنتم بايلورس تبوسي مين؟ مش المفروض هنا في ترانزفيرز كولون؟ يبقى ترانزفيرز كولون كولون، مفهوم الكلام ده؟ طيب تيجي بالبايلورس تنزل كده تعمل الفيرست بارت اوف ديودينم، يبقى مين اللي عالم هنا؟ السكن